بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك المعظم، كلامك المطهر على النحو الذي يرضيك عنا، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، وارزقنا التفكر والتدبر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بفضل من الله ونعمة أنهينا بالأمس الكلام على المدود التسعة التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها، والتي لا يضره إن جهل غيرها، لأنه ليس ثمة غيرها في كتاب الله. في بعض كتب التجويد يذكرون ألقابا لبعض المدود، فرقوا بين الأنواع والألقاب. الأنواع معناها أشياء مختلفة، أما الألقاب هي لقب يطلق على المد، يعني مثلا بيقول لك مد الفرق أو مد التمكين، هذه ليست من أنواع المدود، هي وصف لأحد المدود التسعة. أي مد تسمعونه من هذه الأسماء فما هو إلا لقب لأحد المدود التسعة التي مرت معنا بالأمس وليست نوعا منه. والمدود التسعة التي تكلمنا عنها بالأمس هي المد الطبيعي، ومد البدل، ومد العوض، ومد الصلة بنوعيها، والمد المنفصل، والمد المتصل، والمد اللازم، والمد العارض للسكون، ومد اللين. وبينا تعريفاتها، وتدربنا على أنواعها، وتكلمنا على الحروف المقطعة بما لم يدع يعني أي لبس أو غموض بإذن الله تبارك وتعالى، وبينا وحدة قياس المدود وأنها الحركة، وبينا ما هي الحركة. اليوم نتكلم على أمر يتعلق بالمدود، ولم يتعرض له إمامنا الجزري رحمه الله في المنظومة المقدمة، ولكن يجب على طالب القرآن وخاصة المتخصص أن يعلم هذا المبحث. وخلاصة هذا المبحث أنه قد ينطبق على حرف المد الواحد أكثر من تعريف. قد في بعض الحالات يكون عندي حرف مد، وإذا بهذا الحرف ينطبق عليه تعريف المد الفلاني والمد الفلاني، وهذا المد له كذا حركة وهذا المد له كذا حركة، فماذا أفعل؟ هل أطبق هذا أم أطبق هذا؟ يعني ماذا أفعل في هذا الموقف؟ لعل المثال يوضح القاعدة. لما نقول مثلا من السماء ونقف، هذه الألف من السماء أليست مدا متصلا؟ أليست حرف مد بعده همزة في الكلمة نفسها؟ إذن متصل، والمتصل كما مر معنا بالأمس نمده إما أربع حركات أو خمس حركات. لكن تأملوها تجدون بأنها حرف مد وهي الألف، وبعدها حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف، فانطبق على هذه الألف أيضا تعريف مين؟ العارض للسكون. ومر معنا بأن العارض للسكون يمد كم حركة؟ إما حركتين أو أربعة أو ستة. صار عندي العارض حركتين أو أربعة أو ستة، والمتصل أربعة أو خمسة، فماذا أفعل؟ هذا معنى قاعدة أقوى السببين، هذا الذي سنبحثه اليوم. الموضوع شوي دقيق، إذا بتركزوا معي هيك بنحاول نبسطه بقدر ما نستطيع. الله يسلمكم. قلنا بالأمس إن المد اللازم أجمع القراء النقلة على مده، ولم يقصره ولم يروي أحد منهم قصره، وأجمعوا على إيه؟ على مقداره، وأنه ست حركات. من هذا الباب، لأنه نحن الآن البحث اللي بدنا نبحثه ما قلنا فيه نوعين، ما تبدأ بدنا
نعمل هذا ونهمل هذا، أحدهما إعمال والثاني إهمال. بدي قاعدة أمشي عليها حتى أستطيع أن أفعل ذلك. فلذلك نظر العلماء في هذه المدود، قالوا المد اللازم أجمع النقلة على مده وأجمعوا على إيه؟ على مقداره. قالوا هذا أقوى المدود. فإن تعارض اللازم مع أي مد قدم اللازم وأهمل غيره للإجماع على مده وعلى مقداره. طيب المد المتصل قلت لكم بالأمس لم يقصره أحد من القراء، ما في ناقل عن رسول الله بأبي وأمي روى لنا المتصل حركتين أبدا، وإنما إيه لابد أن تطلع قليل عن مين؟ عن المد الطبيعي. فاتفقوا على مده لكن ما اتفقوا على المقدار. ناس رووا المتصل أربعة وناس رووا خمسة، في ناس رووا ثلاثة كمان، بس ما بدنا نوجع لكم راسكم يعني خارج الشاطبية، في ناس رووا ثلاث حركات وأربعة وخمسة وفي ناس ستة، لكن ما حدا قصروا. إذن المتصل أجمع على تطويله عن الطبيعي لكن اختلفوا في إيه؟ في مقداره. قالوا إذن المتصل بيجي درجة ثانية بعد مين؟ بعد الله يسلمك، بعد اللازم. صار عندي اللازم أعلى شيء، أقل منه المتصل. عرفنا العلة؟ طيب قلنا منذ قليل الله يسلمكم إن العدد السكون يمد حركتين أو أربعة أو ستة، هذا ما نقوله لأبنائنا سلمهم الله وسلمكم أجمعين. العدد السكون حركتين أو أربعة أو ستة. طيب ما علة هذا؟ ما علته؟ ما تفسيره؟ ما فلسفته؟ طبعا القراءة مبنية على إيش؟ على الرواية، لكن أليس لهذه الرواية تعليل؟ لما نقول العرض للسكون حركتين تعملون نستعين، أليس هذا مثل الوصل؟ أنا لو وصلت هذه الكلمة سوف أمد حرف المد هذا كم حركة؟ حركتين. معناها أنا الحرف الساكن اللي جاء تبع تعملون هذا السكون تبع لون وكأنه غير موجود، لم أعتد به نهائيا، فعاملته في الوقف معاملته وين؟ في الوصل. الذين مدوا العارض للسكون ست حركات قالوا تعملون لون، حرف مد بعده حرف ساكن، قالوا أليس هذا مثل اللازم؟ مثل اللازم، اللازم حرف مد وبعده ايه؟ حرف ساكن. الفرق بينهما ان ذاك سكونه اصلي وهذا سكونه ايه؟ عارض. فنحمل هذا على ذاك ونمده بمقداره. كل هذا كلام نظري فلسفي، ها قلت لكم الاساس شو؟ الروايه. لكن هذا بسموه تعليل المروي، تعليل المروي. المروي من رسول الله وعلى العين والراس، تعليل المروي من اجتهاد العلماء. فنحن الآن نتكلم في تعليل المروي. قالوا العرض السكون لفظه كلفظ اللازم، هذا حرف مد وبعده حرف ساكن وهذا حرف مد وبعده ساكن، أما كون السكون هون أصلي وعارض هذا بحث ثاني. فنحن نعامل العارض معاملة مين؟ اللازم. مدوا كم حركة؟ ستة، بحمله على اللازم، بحمله على اللازم. وفي قسم ثالث قالوا يعني لا نستطيع أن نسوي بين السكون الأصلي والسكون العارض، وبنفس الوقت لا نستطيع أن ننكر أثر السكون العارض كما فعل أهل القصر. انتبهتوا؟ يعني لا نقصر مثل ما فعل أهل القصر وكأن السكون العارض غير موجود، ولا نحن كمان شو بنعمل؟ بنمد العارض ست حركات وكأنه إيه؟ مد لازم. فمدوا كم حركة؟ أربع حركات. إذا اعتدوا بالسكون العارض ولكن اعتداد جزئي بنسميه. اللي مدوا ستة اعتدوا بالسكون العارض اعتداد كلي وحملوه على اللازم. اللي مدوا العارض أربعة اعتدوا بالسكون العارض اعتداد شو؟ جزئي. لما كان العارض يمد حملا على اللازم راحوا العلماء حطوه بعد المتصل، عرفتوا؟ قالوا اللازم أجمع على مده ومقداره،
بعد المتصل أجمع على مده واختلف في مقداره، بعد العارض لأنه محمول على مين؟ على اللازم. طيب المد المنفصل يا أيها، هذا روية طبعا شو سمينا؟ قلنا اسمه مد جائز، تتذكروا؟ وجائز إذا أتى منفصلة. شو معنى مد جائز؟ ذكرنا وقلنا بأن الجائز معناه بعض النقلة رووه حركتين، يعني كأنه الهمزة غير موجودة، يا أيها كأنه جاي أي حرف آخر غير الهمزة، فمدوا الألف يا حركتين، ولم يعتدوا بمجيء الهمزة بعد حرف المد باعتبار أنهما مفصولين في كلمتين. إذن أهل قصر المنفصل هل يعتدون بمجيء الهمزة بعد حرف المد؟ لا يعتدون. الذين مدوا المنفصل كالمتصل حملوا المنفصل على مين؟ على المتصل، قالوا المتصل جاء حرف المد بعده همزة في كلمة واحدة يا أيها، اللفظ واحد جاء يا أيها، هنا حرف مد بعده همزة بالنطق يعني باللفظ، وهنا حرف مد بعده همزة، فحملوا المنفصل على مين؟ على المتصل، ومدوه مثله. انتبهنا كيف؟ وفي قوم كمان مدوا المنفصل لكن أقل من المتصل، مثل ما عملوا وين؟ بالعارض للسكون. إذن المنفصل من قصره لم يعتد أبدا بمجيء الهمزة بعد حرف المد، من مده كالمتصل حمل المنفصل على المتصل حملا إيش كليا، من مده طلع أكثر من حركتين لكن ما وصلوا لمرتبة المتصل، يعني مثلا مد المنفصل 4 والمتصل 6، شايفين؟ فهذا لم ينكر أثر الهمزة ولم يعاملها معاملة المتصل، أعطاه درجة أقل، يسموه الاعتداد الجزئي. انتبهنا؟ تشبه تماما موضوع العارض للسكون. إذا اللي مدوا المنفصل مدوه تشبيها بمين؟ بالمتصل، لما كان اللازم أعلى شيء بعدين المتصل، نحن جبنا بعد المتصل العارض لأنه بيشبه مين؟ اللازم، حطوا تحت العارض راحوا حطوا مين؟ المنفصل. عم تدركوا؟ بقي عنا مد درويش صغير على قول إخواننا المصريين، اللي هو مد البدل، هذا أيام يعني بيجتمع مع سبب ثاني على حرف المد. البدل تعرفوا أنتم مد إيش؟ حالة من حالات الطبيعي، البدل كله همزين ممدود، هذا تعريف البدل، كله همزة ممدود، ومقداره كم حركة، فجعلوه آخر واحد، جعلوه إيش؟ لأنه ما هو إلا حالة من حالات الطبيعي. فعلى هذا المبدأ قال العلماء إذا تعارض لديك يا أيها القارئ مدان على حرف مد واحد، انطبق تعريفان على حرف مد واحد، فأعمل الأقوى وأهمل الأضعف، أعمل الأقوى وأهمل الأضعف. مين أقوى شيء؟ بعدين متصل، بعدين مين؟ العارض لأنه شبهه بمين؟ بعدين مين؟ لأنه شبهه بمين؟ بالمتصل. وأضعف شيء؟ البدل. هذه خلاصة قاعدة أقوى السببين. انظروا إلى اللوحة، إذا اجتمع أكثر من سبب على حرف مد واحد أعمل السبب الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة، هذا الاحتمال الثاني، أعملا معا. سيأتي تفصيل هذا الكلام بإذن الله. قال أستاذي وشيخي الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي حفظه الله وأطال في عمره وشفاه، أقوى المدود لازم، انظروا إلى اللوحة، فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. ثم قال وسببا مد إذا ما وجدا
يعني على حرف مد واحد، فإن أقوى السببين انفردا، فإن أقوى السببين انفردا. هذا الكلام المجمل الذي شرحته لكم، سندخل الآن إلى تفصيلاته. أقوى المدود، مين أقوى المدود؟ كما ترون على اللوحة اللازم. ليه؟ شو مكتوب؟ للإجماع على مده وعلى مقداره. طب مين يلي؟ ليه؟ للإجماع على مده لا على مقداره. ثم ماذا؟ العارض. ليه؟ لحمله على اللازم كليا، يعني 6 حركات، أو جزئيا يعني 4 حركات. فالمنفصل ليه؟ لحمله على المتصل كليا، يعني يمد مثله تماما، أو جزئيا، يعني يمد أكثر من الحركتين ولكن أقل من المتصل. وأخيرا البدل، هو أضعفها لأنه حالة من الطبيعي. سامحونا اليوم البحث شوي رياضيات، يعني كان لازم لكم تجيبوا معكم بنادول امبارح. طيب، من مد العارض للسكون بمقدار حركتين، هذا كل اللوحات هي شرح لما ذكرته لكم منذ قليل، يعني ما في معلومات جديدة. من مد العارض للسكون بمقدار حركتين، شو معناها؟ لم يعتد بالسكون العارض، عامل تعملون، عاملها معاملة تعملون، وكأنه ايه؟ وصل الكلام. ومن مد العارض 4 حركات اعتد بالسكون العارض ولكن اعتداد جزئي. أما من مد العارض للسكون 6 حركات فقد اعتد بالسكون العارض اعتدادا كليا وحمله على مين؟ على اللازم. من مد المنفصل بمقدار حركتين لم يعتد بمجيء الهمز في الكلمة الثانية، يا أيها، قوا أنفسكم، انتبهنا كيف؟ أما من مد المنفصل أقل من المتصل، يعني زودوا عن حركتين لكن ما وصلوا لحد المتصل، أقل بشوي، اعتد بالهمز في الكلمة الثانية ولكن اعتداد جزئي. أما من مد المنفصل كالمتصل وسوى بينهما فقد اعتد بالهمز في الكلمة الثانية اعتدادا كليا. نبدأ الآن ندخل في التفاصيل، هذا كله كان هياكل عامة وقواعد عامة. الحالة الأولى التي ممكن أن يجتمع فيها أكثر من سبب على حرف مد واحد هو اجتماع اللازم والبدل. لما بنقول بسورة المائدة ولا آمين، آمين، أليس هذا بدل؟ بدل، همز ممدود، انتبهنا. لكن هالحرف هذا شو في بعده؟ في بعده ميم مشددة، حرف مد بعده حرف مشدد، هذا شو اسمه؟ لازم، كلمي مثقل. كم حركة يمد؟ 6. فأنا الآن هالألف الحمراء اللي أنتم شايفينها، هل أمدها حركتين وأقول إنه بدل، أم أمده 6 وأقول إنه لازم؟ طبق القاعدة، أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذم في صالم فبدل. مين اتعارض مع مين؟ اتعارض هاد مع هاد، نعمل الأقوى ونهمل الأضعف. إذن لو مدينا آمينة وسألنا سائل ما هذا المد، ماذا نقول له؟ لازم. فإن قال لنا وأين البدل، نقول أهمل. ماذا نقول؟ أهمل. ليه؟ لضعفه، لضعفه. إذا اجتمع اللازم والبدل على حرف مد واحد أعمل اللازم وأهمل البدل عملا بقاعدة أقوى السببين، نحو آمين، الله، الآن، الذكرين. انتبهنا؟ كل هذه كم حركة عم نمدها على أنها لازم، وأهملنا مين؟ البدل. بارك الله فيكم، ما في أحلى من التفاعل، لما بتحكوا أنا بحس أنه أنتوا معي، أما لما بحكي وتعبدوا لي هيك بخاف، يعني أنه يكون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، مصيبة يعني.
طيب اجتماع المتصل والبدل هذا كمان حالة تانية ممكن تصير، ممكن يكون عندي حرف مد وينطبق على حرف المد هذا تعريف المتصل وتعريف مين؟ البدل. انظروا كلمة رئاء الناس، أرأيتم هذه الألف الحمراء؟ انظروا إليها وقد اكتنفها همزتان، فهذه الألف مع الهمزة قبلها بدل، ونفس الألف هذه مع الهمزة بعدها متصل. رئاء هذا همز ممدود، رئاء الناس، فهل أعامله على أنه بدل فأمده حركتين أو أمده أعتبره متصلا وأمده أربعا أو خمسة؟ ما رأيكم؟ متصل أقوى المدود. شوف أصابعي، لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. نحن الآن عندنا مين ومين؟ عندي هاد وهاد، أعمل المتصل وأهمل البدل. إذا اجتمع المتصل والبدل على حرف مد واحد أعمل المتصل وأهمل البدل. ليه؟ عملا بقاعدة أقوى السببين. شو بتقول القاعدة؟ وسببا مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا. على فكرة أستاذنا الشيخ إبراهيم علي شحاتة ما شاء الله، يعني الشعر على لسانه كما رأيتم البيتين هدول، شايفين ما أجملهم؟ هي معلومات طويلة عريضة إلي ساعة عم بتفلسف وأحكي. الشيخ الله يطول عمره في عافية ضغطهم في سطرين، هذا توفيق من الله. كان أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود الله يرحمه معجب جدا بشعر أستاذنا الشيخ إبراهيم علي شحاتة، الله يطول عمره ويحفظه. نعم، اجتماع المنفصل والبدل. هلأ ممكن حالة ثالثة تصير، يجتمع المنفصل مع البدل. قال تعالى في يوسف وجاءوا أباهم، أباهم، أرأيتم الواو الحمراء؟ واو الجماعة قبلها همزة، أو هذا شو اسمه؟ بدل. أو في كلمة، أباهم الهمزة في الكلمة الثانية، هذا شو اسمه؟ منفصل. انظروا إلى القاعدة، إذا اجتمع المنفصل مع البدل على حرف مد واحد أعمل السبب الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة أعملا معا، نحو وجاءوا. طيب، في من بعض الطرق حفص من طريق طيبة النشر يمد بمقدار حركتين المنفصل. قديش يمد المنفصل؟ طيب، والبدل كم حركة؟ حركتين. فلما بصل عند هذه الكلمة ماذا أقول؟ وجاءوا أباهم، أباهم، كم حركة مدين؟ طب هذا منفصل ولا بدل؟ مد له سببان، فإن تساويا في القوة أعملا، شو بنسميه يا ابني؟ مد له سببان. لكن لما بكون أنا عم مد المنفصل أربع حركات أو خمس حركات ووصلت إلى هذه الكلمة ماذا أفعل؟ أمد أربعة أو خمسة، أعمل المنفصل وأهمل مين؟ البدل. واضح؟ انظروا إلى هذا الجدول، هذا الجدول لوجاءوا أباهم التي مرت معنا الآن. إذا كان مذهبي في المنفصل منفردا، شايفين مكتوب المنفصل منفردا، أنا عم بقرأ ومذهبي بالمنفصل أدي حركتين، البدل أدي إيش كم حركة؟ لو جاء لوحده كمان حركتين. طب إذا اجتمعوا كمان حركتين. طيب شو منسميه؟ مد له سببا. طيب إذا كان أنا عم بقرأ وإجاني منفصل وكان من عادتي أن أمد المنفصل أربعا، البدل كم حركة؟ حركتين. لما بيجتمعوا بوجاءوا أباهم شو بعمل؟ مد أربعة، وشو بقول؟ اعتد بالمنفصل، يعني أهمل البدل. كذلك الأمر إن كان مذهبي في المنفصل منفردا خمسة، أكيد البدل شو حيكون؟ حركتين. فإذا اجتمعا في وجاءوا أباهم أمد خمسا وأيضا اعتد بالمنفصل، يعني وأهمل البدل. ما هي مو صعبة، بس يمكن يعني تتالي المعلومات بسرعة بيخليكم انتو شوي، والحق معكم والله انا عاذركم وانتو اعذروني لانه الوقت معنا ضيق، ما باقي الا انا بالنسبة لي بكرة اخر يوم الجمعة، فحيكون عندنا بين المغرب والعشاء وبعد العشاء غدا الجمعة سوف يكون عندنا، بتكون تتحملونا، فبكرة جيبوا معكم بنادول.
بكرة حيكون بإذن الله بين المغرب والعشاء وبعد العشاء، لأن غدا آخر يوم السبت أنا مضطر أن أسافر إلى جدة، عندنا برنامج كيف نقرأ القرآن على الهواء مباشرة إن شاء الله بإذن الله وقوة الله. طيب، اجتماع المتصل والعارض للسكون هذا هام وبيتكرر كتير في التلاوة، مثل الأمثلة اللي أنتم شايفينها، السماء، واحد بده يوقف على السماء، تحسين توقف على السماء يا ابني؟ شلون بدك توقف على السماء؟ السوء، المسيء، هذه أمثلة متصل، لكن لما أقف عليها ينطبق عليها مين؟ تعريف العارض، انتبهنا؟ فعندئذ ماذا أفعل؟ انظروا إلى القاعدة، إذا اجتمع المتصل والعارض للسكون على حرف مد واحد أعمل السبب الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة أعملا معا. طيب، قبل ما أفرجيكم الجدول اللي جاي اللي هو شرح لهالكلام، تعالوا هيك ندردش مع بعض. المتصل حفص بيبده كم حركة؟ 4 أو 5. العارض كم حركة؟ 2 أو 4. طيب، تعالوا الآن نقول أنا رح أدعي أنا أن مذهبي في المتصل 4 حركات، كل ما جاءني متصل قديش عم مده؟ 4، وكل ما أجاني عارض للسكون عندي 3 احتمالات. الاحتمال الأول أنه يكون عم مده قدي 2 حركات، خلينا بهذا الاحتمال. إذا صار عندي المتصل لوحده 4 والعارض للسكون لوحده 2 حركات، وصلت لعند السماء ماذا أفعل؟ تعالوا نطبق القاعدة، أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض، فما اتصل فعارض، انتبهنا؟ فالمتصل أقوى من العارض، انتبهنا؟ فشو بعمل من السماء؟ هل أمدها 2 حركات على أنها عارض إذا وقفت، ولا أمدها 4 على أنه متصل؟ 4. طيب، إذا كان مذهبي بالعارض 4 وأنا عمد المتصل 4 تساويا في القوة، إذن بقول من السماء، فإن سألني سائل ما هذا المد؟ أقول مد له سببا، لأنه انطبق التعريفين. شو معنى مد له سببا؟ معناها لو جاءني المتصل لوحده لمددته 4، ولو جاءني العارض لوحده لمددته 4، هذا معناه مد له سببا. واضح إخواننا؟ طيب، ما زال المتصل 4، رح ناخذ العارض الاحتمال الثالث اللي هو أن يكون 6. ها صح صح، لما بناخذ العارض 6 معناها حملناه على مين؟ على اللازم. اختلف الحديث، معناها حملناه على اللازم، معناها لما بدي وقف على من السماء شو لازم وقف؟ 6. لا حدا ينغش ويقول فما اتصل فعارض، هذا فعارض ان كان اذا كان اعتداد جزئي او ما في اعتداد، اما اذا اعتداد كلي معناها انت حملته على اللازم، فبتروح بتوقف على من السماء 6، وان سئلت بتقول مد عارض للسكون، فان قيل لك والمتصل بتقول له اهمل. انتبهنا؟ اللي قلته عن 4 حركات المتصل بينطبق على 5 حركات، تعالوا لنطبق سوا. المتصل انا حمده 5، كل ما اجاني متصل عم مده قد ايه؟ 5. اجاني عارض للسكون عندي كم احتمال؟ 3، يا 2 يا 4 يا 6. تعالوا ناخذ 2، المتصل 5 والعارض 2، وصلت عند السماء شو بمد؟ 5 على انه متصل، واهملنا العارض. طيب، هلا انا مذهبي بالعارض 4 وعم باخذ المتصل 5 ووصلت لعند السماء شو بعمل؟ مده 5 فعارض، فما اتصل فعارض، بمده 5 وبهمل العارض. طيب، اذا كان مذهبي بالعارض 6 معناته حملته على اللازم، وبالمتصل 5 أمده 6. واضح؟ لا تخربطوا. اللي قلناه الآن أنا وياكم دردشة سوف نرى على الجدول التالي. المتصل منفردا، العارض منفردا عند الاجتماع وتعليل ذلك. المتصل منفردا 4، والعارض هنا كم احتمال لنا؟ يا 2 يا 4 يا 6. إن كان 2 فعند الاجتماع شو بعمل؟ مد 4، وإن سئلت ما هذا المد أقول يعني أهمل السكون وبالتالي هو متصل. كذلك الأمر لما بكون المتصل منفردا 4 والعارض 4
عند الاجتماع قديش بمد؟ 4. فإن سئل مد له سببان. المتصل منفردا 4، العارض منفردا 6، عند الاجتماع 6، فإن سئلت أقول اعتد بالسكون، يعني اعتدادا كليا حملناه على اللازم صار أقوى. هذا أخذنا المتصل، أخذناه منفردا 4 حركات، شايفينه 4 حركات مع 3 احتمالات في العارض. شايفين الاحتمالات تبع العارض 2 و4 و6. هلا رح نغير المتصل، بعد ما يكون بدل ما يكون 4 4 4 شو حيكون؟ 5 5 5، والعارض 2 و4 و6. ماشي؟ المتصل منفردا 5، العارض منفردا حركتين، إذا اجتمعوا شو بعمل؟ 5. وإذا سئل أهمل السكون لأنه فمتصل فعارض. كذلك الأمر إذا كان المتصل منفردا 5 والعارض منفردا 4، عند الاجتماع بمد 5 وأيضا أهمل السكون. أما إذا كان المتصل منفردا 5 والعارض 6 فعند الاجتماع بمد 6 والتعليل واعتد بالسكون. يعني ما تركت لكم مجال للغموض واللبس وتداخل الحالات، فصفصناها فصفصة بحيث صارت كل حالة على حدة. ماشي؟ طيب هي بقلي عن هي الستة مالكم فيها أنتم؟ طيب هون بقلي في حالة خاصة وخاصة جدا، هي ما تجي بالقرآن إلا نادر جدا. الثلاث أسباب بيجتمعوا على مين؟ على حرف المد الواحد. 3. هلا شوفوا بدنا نوقف على رياء. أرأيتم هذه الألف الحمراء؟ قبلها همزة يعني بدل، بعدها همزة يعني متصل، ووقفنا عليها يعني عرض السكون. يا حبيبي عد دبرها بقى، شو بدنا نعمل؟ بنطبق القاعدة يا شيخ علاء، بنطبق القاعدة. طبعا البدل شو بو؟ أضعف شيء، سيبك منه، هي خلصنا منه. شو بقي عندي؟ بقي المتصل. نعم. وذلك عند الوقف على نحو قوله تعالى رئاء فيهمل البدل لضعفه، هي خلصنا من واحد. شو بقي عندي؟ بقي المتصل والعارض. ويبقى المتصل والعارض للسكون فيطبق عليهما ما سبق من قواعد. وضح يا شباب؟ بارك الله فيكم. اجتماع العارض للسكون والبدل كمان هذا بيتكرر بالقرآن، العارض للسكون والبدل، وأمره سهل. إذا اجتمع العارض للسكون مع البدل على حرف مد واحد أعمل السبب الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة أعمل معا. شنآن، بدي وقف على كلمة شنآن، أو بدي وقف على كلمة يراؤون، أو على كلمة خاسئين. تعالوا ناخذ يراؤون. الذين هم يراؤون، أون مديت حركتين، البدل كم حركة؟ حركتين، وأنا الآن مديت العارض حركتين، معناته لو سئلت شو بقول؟ مد له سببان. طيب الذين هم يراؤون مديت 4 عارض وأهملنا البدل. الذين هم يراؤون 6، شو عملنا؟ مدينا العارض وأهملنا البدل. صعبة؟ الجدول التالي شوفوا شوفوا، الله يسلمكم اللوحة هي. شنآن شو آخرها؟ ضمة. يراؤون فتحة، خاسئين فتحة. فإذا وقفنا شو صار بالحركات؟ تحولت إلى سكون. هذا الجدول يفسر ما ذكرته الآن لكم. العارض حركتين، البدل حركتين، عند الاجتماع حركتين، التعليل له سببان. العارض 4، البدل حركتين، الاجتماع 4، اعتد بالسكون. العارض 6، البدل حركتين، عند الاجتماع 6، اعتد بالسكون. هذا التعليل. صعب؟ ما أظن. طيب بهذا نكون قد انتهينا من قاعدة أقوى السببين. هذه هي الاحتمالات اللي ممكن تجتمع فيها أكثر من سبب على مد، على حرف مد واحد. كل هالكلام الطويل العريض، شيخنا الشيخ السمنودي الله يطول عمره في عافية شو قال؟ أقوى المدود لازم فمتصل فعارض فذو انفصال فبدل، وسببا مد إذا ما وجدا يعني على حرف مد واحد فإن أقوى السببين انفردا. بس هنا ننبه على بعض الأخطاء
التي تقع عند أداء المدود، ونختم بهذا الحديث على المدود. من جملة الأخطاء عند النطق بالمدود عدم فتح الفم بالمقدار المطلوب. كثير من إخواننا بيقول لك هؤلاء هؤلاء، بتلاقي تمه سبحان الله ولا كأنه ما في ما يا أيها الذين آمنوا، بتلاقي الفكين كأنه شو هاد لك يا أخي. الفتحة اسم فتحة لأنه بتكون بإيه، يا بدك تفتح تمك يا أي، مو تفتحه كمان فتح مبالغ. الفتح في لغة العرب فتحا وسطا كما نص على ذلك أئمتنا. يا أيها هؤلاء هؤلاء، لكن في شوية حركة مو بالمرة، فهذا من الأخطاء. اثنين، خلط صوتها يعني الألف بشيء من صوت الياء، هذا موجود وخاصة بعد بعض اللهجات المعاصرة مثل اللهجة القاهرية واللهجة الإسكندرية وأيضا بعض المناطق الأخرى. مثلا بيقول لك موسى مالكي مالكي يوم الدين، بدل إيه مالكي، الفتح الفصيح ما هذا اسمه تقليل، وليس في رواية حفص تقليل. الكافرين الكا سمعانين كا 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 كا، شايفين الفرق بين الصوتين. الأمر الثالث، خلط صوتها يعني صوت الألف بشيء من صوت الواو، هذا بعض أخواننا الذين لم يدركوا معنى التفخيم الذي شرحته لكم في الأيام الماضية، يظنون أن التفخيم زم الشفتين عند نطق الحرف المفخم، فيقولون خولدين فيها. خو هذا إشمام، أشمينا الفتح الضم، ولا الضو بتلاقي شو عامل زامم شفايفه إلى الأمام، هذا ما بيصح. أيضا من جملة الأخطاء عند نطق الألف المادية تفخيمها في محل الترقيق، كما يفعل كثير من الناس، بيقول لك النهار بدل إيه النهار، نهى وليس نهى. أولئك أصحاب النار، مو النار، النار، نار. أيضا بيقول لك الباطل الباء، شو صوابها الباء. إذن من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس عند نطق الألف المادية تفخيمها في محل الترقيق، وأحيانا يعكسون ترقيقها في محل التفخيم. بيقول لك مثلا بعض إخواننا المبتدئين خالدين فيها خا خا، وهذا شو صوابها خا، ولا الضا، بتلاقي شو عم يعمل عم يرقق الألف، شو صوابها ولا الضا، بضغط صوتها إلى قبة الحنك كما شرحنا ذلك. الأمر السادس من الأخطاء التي ممكن أن تقع عند أداء الألف المادية، خلط صوتها بشيء من صوت الغنة. أين بعض إخواننا بيحسبوا أنه يعني إذا عم يعمل هيك بيطلع صوته أحلى، بيستعمل الخيشوم وبيفتح الحنفية على الأخير، يعني انتبهنا بتلاقي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله، كله الله وكيلك شغال. يا عمي هذا مو على كيفنا، لما بدك تنشد خذ راحتك بالنشيد، افعل ما شئت، لكن عند تلاوة كلام الله علينا أن نلتزم بالوارد. ليس في لغة العرب غنة إلا مع من الميم والنون. هلا مثلا بالأردو في عندهم كلمة كها، مين بيعرف أردو من الجالسين يرفع إيده، تعرف أردو؟ طيب في عندهم كلمة كها، إذا خبصت قل لي، وفي عندهم كلمة كها كها، واحدة فيها غنة مع الهاء، تصوروا كها وواحدة كها ما فيها غنة، كل واحدة إلى معنى، واحدة بمعنى قال، مين بمعنى قال كها، وواحدة بمعنى الاستفهام أظن ماذا لا كي أبحث ثاني، في كها، في واحدة كها وفي واحدة كها. نحن بالعربي ما عندنا غنة إلا مع مين، مع الميم والنون حصرا، فلا يصح أن نقول مثلا الرحمن الناس يوقنون ويزيد، أو يوقنون هذا واوي مثلا، هذه الأمثلة في الألفات. لا بد لنا من أن نخرج الألفات صافية. أخطاء تقع عند النطق بالواو المادية،
عدم ضم الشفتين بالمقدار المطلوب عند النطق بها. كثير بيقول لك مثلا تعملون، انظروا إلى فمي، تعملون، يوقنون، خالدون، لك يا عمي شو هال؟ ما تحرك شفايفك، حركهم، الله خلقهم بيتحركوا، وسميت الضمة ضمة لضم الشفتين. خالدون، يوقنون، كما قال الطيبي في الأبيات التي مرت معنا، وكل ما ولا ما مرت لسه؟ طيب حتمر إن شاء الله إذا زاد وقت. طيب إذا لابد من ضم الشفتين عند نطق الواوات. يوقنون أيضا ضما غير مبالغا فيه، بعض أخواننا كمان بيزودها كثير، بيقول لك يوقنون، بتلاقي شفايفه رح تطلع من محلها، لك يا أخي شو هاد، يا طخه يا أكثر مخه، يعني ما في حل وسط. اثنين، المبالغة في الضغط على الشفتين، هذه اللي عم ننهى عنه، المبالغة في الضغط على الشفتين هذا خطأ، يعني لا كده ولا كده. ثلاثة، خلط صوتها بشيء من صوت الألف، هذا موجود للأسف، بيقول لك مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، عو، شو هذا عو؟ ما في بالعربي او، بالعربي في او، الواو العربية او وليست او، الاو هذه اللي بالانجليزي ما موجودة عند العرب، موجود عندهم او، قالوا وليس قالوا، انتبهنا، فهذه لا تصح. ايضا خلط صوتها بشيء من صوت الياء، هي اخواننا الاتراك اذا موجودين بيننا، في بعض اتراك ايوه هلا بيزعلوا، زي بقول لك اعوذ بالاعو، هذه ايش؟ خلط مين؟ خلط الواو بالياء، ليس في العربيه حتى بالفرنسيه طبعا في حرف او، انتبهنا كيف، بيقول لك مثلا بيور بالفرنسي بيور، يعني بالانجليزي بيقولوا بيور اللي هي النقي، إذا شيء نقي بيقولوا بالفرنسي بير، ما عندنا في العربية إي، شو عندنا؟ أو، قالوا، ما بيصيروا تعملون، ما بيصير هذا الكلام، فعلينا أن نتدرب على ذلك. الخامس، خلط صوتها بشيء من صوت الغنة، وهذا شرحناه منذ قليل، تعملوا، أو، شو بدها تكون الواو؟ صافية. أما الياء المادية وهي الحرف الثالث والأخير، فمن الأخطاء التي تقع عند نطقها عدم خفض الفك السفلي بالمقدار المطلوب عند النطق بها. يعني بيقول لك مثلا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بتلاقي في ايش؟ ما في رب العالمين، الرحيم، ايضا هذا الخفض بده يكون معتدل، ما يكون خفض مبالغ فيه. إذن دائما خير الامور الايه؟ الوسط. خلط صوتها بشيء من صوت الألف، كمان هذه الموضة طالعة هلا، بعض إخواننا بيقول لك مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، بيجي بعدين الإمام بيقول ولا الضالين، المأمومين بيقولوا له آمين، بيعطوه على نفس النغم، عرفتوا كيف؟ والله مصيبة هاي، فهذه ليست ياء، هذه ألف ممالة، هذه شو هذه صوتها مثل مجريها نفس الصوت، انتبهتوا، هذه ألف ممالة وليست ياء، الياء بدها تكون إي، الياء العربية إي، نستعين ولا الضالين، انتبهنا يا إخواننا. ثلاثة، من الأخطاء أيضا المبالغة في الضغط على وسط اللسان عند النطق بها، كمان هذا موضوع الشد عند القراءة، يعني بعض إخواننا ما بيقعد بده يقرأ بتوتر، عرفتوا، بيقول لك رب العالمين، يي، بتلاقي الصوت الياء صار عم يرجف وكأنه في ماكينة، عم انتبهت شلون؟ نستعي، أخي شوي شوي، الله يرضى عليك على مهلك، ووسع المخرج قليلا، إي نستعي، لأنك إن ضغط زيادة إما أن يرتجف الصوت أو يتحول الصوت مين؟ الخيشوم، انتبهنا كيف؟ أربعة، خلط صوتها بشيء من صوت الغنة كما ذكرت، لابد أن يكون الصوت الياء صافيا، العالمي، بحيث أنه إذا سددنا الأنف لا يختل الصوت. بهذا نكون قد أنهينا الكلام على المدود وما يتعلق بها، نرتاح قليلا ثم نبدأ بباب الوقف والابتداء،
وهو اسمه باب لكن في الحقيقة هو علم، علم الوقف والابتداء. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما درسناه في علم التجويد ما القصد منه إلا المحافظة على ألفاظ القرآن الكريم من أن تتغير أو تتحرف، وبالتالي يتحرف المعنى المنوط بها، وهذا شرحناه وبيناه. إذن ما فائدة علم التجويد؟ صون كلمات القرآن الكريم من التغيير والتبديل والتحريف. طيب، للمحافظة على النص الذي أنزله الله ليكون دستورا للبشرية، أيكفي أن نحافظ على مفردات القرآن سليمة من غير تغيير؟ هذا شيء مطلوب لكنه لا يكفي، لابد من مطلب آخر للمحافظة على المعاني التي أرادها الله من عباده، وهي أن تترك كل جملة مستقلة على حدة. العرب عندما يتكلمون وقد أنزل القرآن بلسانهم عندهم نوعان من الجمل، جملة فعلية وجملة اسمية، هذا معروف ودرسناه كلياتنا بالمدارس. كم نوع من الجمل عند العرب؟ نوعان، يا إما جملة فعلية يا إما جملة. الجملة الفعلية فيها ركنان ركينان، الفعل والفاعل، والباقي بيسموه فضلة، فضلة يعني زيادة، مفعول به، جار ومجرور، ظرف زمان، ظرف مكان إلى آخره. الجملة الإسمية ركناها الركينان المبتدأ والخبر. انتبهنا؟ فقد عن جهل من بعض المسلمين أو عن خبثنة من بعض أعداء الإسلام يأتي قارئ فيبتر كلمة عن جملتها ويلحقها بمين؟ بجملة أخرى فيغير المعنى. عرفتوا؟ شايفين هذه العلوم كيف كل علم واقف عم يحرس كلام الله من زاوية. علم التجويد شو عم يحرس؟ حروف القرآن ومفرداته. علم الوقف والابتداء عم يحرس جمل القرآن من أن تنسب كلمة من جملة إلى جملة أخرى. هذا هو علم الوقف والابتداء. كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مرة في السوق فوجد متاعا مع أعرابي فأعجبه، فأتى إليه فقال: أتبيع هذا؟ فقال الأعرابي: لا يرحمك الله. شو قال؟ هو قصده ما بدي بيعه، ودعا لسيدنا أبي بكر بالرحمة هكذا، لكن لما وصلهم مع بعض صار كأنه إيش؟ عميد عليه، قال له: لا يرحمك الله. فقال سيدنا أبو بكر: سبحان الله، أو ما تحسن أن تقول لا ويرحمك الله. عرفتوا؟ حتى نحن بكلامنا العادي مثل واحد بيقول له أعمل لك كذا، بيقول له: لا جزاك الله خير. لا تقول له: لا جزاك الله خير. شو بتقول له؟ قل له: لا وجزاك الله خيرا. عرفتوا؟ حط بينهم إيش؟ واو، اقتداء بسيدنا أبي بكر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فقال أبو بكر: سبحان الله، أو ما تحسن أن تقول لا ويرحمك الله. انتبهتوا؟ ولما كانت العرب يأتي منها وفود إلى رسول الله لما تمكن الإسلام في المدينة، جاء وفد إحدى القبائل، وكان من عادتهم أن ترسل القبيلة وفد، ولما يصل الوفد يقوم كبيرهم فيلقي كلمة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء مرة وفد من الوفود وقام خطيبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما. وقف أخونا بالله، شو صار المعنى؟ صار فقد رشد. عرفتوا شو صار المعنى؟ هو ما تعمده لكن هيك طلع معه. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، يعني فقد رشد. قال تعالى عن الجنة: أكلها دائم وظلها. شو يعني وظلها؟ دائم.
فيقدر للثاني كالمذكور أولا. هكذا عادة العرب في كلامهم. انتبهت كيف؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس بئس الخطيب أنت، اجلس بئس الخطيب أنت. انتبهنا؟ فإذا هذه بدايات أمور الوقف والابتداء. قال إمامنا الجزري رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا في البيت 73: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. إذا بدي أعرف فين بدي أوقف وبدي أعرف فين بدي أبتدئ. وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. علم الوقف والابتداء هو علم بقواعد بها، يعني بهذه القواعد محال الوقف ومحال الابتداء في القرآن الكريم، ما يصح منها وما لا يصح. هو علم بقواعد يعرف بها محال الوقف ومحال الابتداء في القرآن الكريم، ما يصح منها وما لا يصح. فائدة معرفة الوقف والابتداء: صون النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها. انتبهنا؟ طب أنا عم قول الوقف، لابد من معرفة الوقوف. الوقوف جمع وقف. ما هو الوقف؟ هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. لأنه إخواننا نحن لما نتكلم الله يسلمكم نتكلم بهواء الزفير، يعني بهواء الخارج من الرئتين. مو في عندنا الشهيق، عملية إدخال الهواء في الصدر، وفي عندنا الزفير. فلما نتكلم نتكلم بهواء الزفير، يعني بالهواء الخارج. طيب هذا الهواء الذي يملأ الرئتين محدود ولا مو محدود؟ محدود، مثل خزان البنزين اللي بالسيارة. فلما بنتكلم بعد شوي بنلاقي انه الهواء شو صار فيه، خلاص بدنا نوقف. مو كل ما اجي على باله الواحد يوقف، بده يوقف على محطة بنزين مشان شو يعمل؟ يعبي. انتبهنا؟ فكذلك لما بدنا نوقف بدنا نوقف على مكان يصح فيه الوقف ولا يفسد المعنى. قد يقف القائل الانسان المسبح: فلما ذهب الله، شو استوقد نارا، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله. شو هاي؟ انتبه انتبه، شو عم تقرا؟ شوف لما اضاءت ما حوله ذهب الله. استغفر الله العظيم. قول ذهب، اذا ضعف نفسك قول ذهب ولا تبين من الفاعل وارجع. أو ذهب الله بنورهم، يعني لا إلك محطة غير هالمحطة. هي مو محطة، هون بتنقطع بالصحراء بعدين. يا وقف على المحطة اللي قبلها يا وقف على المحطة اللي بعدها. انتبهنا؟ فاعلم أنه لا إله، أعوذ بالله، وما لقيت توقف على هالكلمة قول فاعلم أنها، أو فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن في أماكن الوقف عليها شو بيعمل بالمعنى؟ يفسده ويقلبه أحيانا والعياذ بالله. قال إمامنا الجزري: وهي أي الوقوف وأنواع الوقوف وأنواع الابتداء تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. هي ثلاثة يا شباب بسموها أهل النحو اسم منصوب بنزع الخافض. اسم منصوب بنزع الخافض. شو معنات هالكلام؟ أيام بيكون بالكلام في جار ومجرور، بيجوا العرب شو بيعملوا لحرف الجر؟ بيحذفوه من الكلمة. فإذا حذفوه اللي كان مجرور بيصير منصوب. يعني وهي تقسم إذن إلى ثلاثة. تقسم شو؟ إلى ثلاثة. شيل إلى ثلاثة شو بتصير؟ ثلاثة. ويعربونها اسم منصوب بنزع الخافض. نزعه يعني إخراجه من الجملة. مين الخافض؟ حرف الجر. وضح؟ طبعا تام أصلها تام بتشديد الميم، لكن بالشعر ما بتزبط.
بالشعر ما بتزبط انه يقول الشاعر تام. شو بيقول؟ تام بخفف الميم ضرورة. انواع الوقف، هذه الانواع انتبهوا لها الله يرضى عليكم. الوقف يا بيكون اختياري يا اما بيكون اضطراري يا اما بيكون اختباري. اختياري معناته انا بوقف على انا عمدا متعمدا وقفت. اضطراري ضاق نفسي ما عاد عندي نفس، او نسيت شو الكلمه اللي جاي، او في سعال او في عطاس فاقف مضطرا. او اختباري، الوقف الاختباري ان يقول الاستاذ لتلميذه كيف تقف على كذا لو ضاق نفسك، كيف تقف على كذا لو اضطررت، هذا شو اسمه؟ وقف اختباري. فرقنا بينهم. طيب هلا حنتكلم على الاختياري. شايفين الاولاني الاختياري هو الذي قال عنه امامنا الجزري انه يقسم الى ثلاثه، تام وكاف وحسن. مين اللي يقسم الى ثلاثه؟ الاختياري بالياء. انواع الوقف الاختياري اما جائز واما ايش؟ غير جائز. اما الجائز فيقسم الى ثلاثه اقسام، تام وكاف وحسن. واما الغير الجائز فهو الوقف الايه؟ القبيح. اذا نحن رح نتكلم على هالاربعه اللي لونهم بنفسجي، تام وكاف وحسن والقبيح. واضح يا شباب؟ بحب لكم شيء، انه علم الوقف والابتداء كله مبني على الاعراب. مبني على ايش؟ على الاعراب، ولا بد من الاعراب. يعني طب نحن ما بنعرف اعراب شو نعمل بحالنا؟ علمائنا الله يجزيهم عننا الخير ريحونا، حطوا لنا بالمصحف علامات الوقف. اخي انت ما بتعرف اعراب؟ طيب ما في، لا تعذب حالك. كل ما شفت ستوب ساين وقف عليها، جاك طاء وقف. مو ضروري اذا حبيت توقف وقف هون، مو معناته كل ما شفت محطه، هلا انا وانا ماشي بالسياره كل ما شفت محطه بوقف بعبي بنزين؟ لا، لكن اذا بدي اعبي بعبي من هون. عملوا لك هون في محطه، هون في محطه، هون في محطه، وبينوا لك انواع المحطه، في بنزين ممتاز وفي بنزين عادي وفي ديزل. فبيقول لك هذا الوقف يعني وقف لكن الوصل احسن. هون بيقول لك والله هون الوقف احسن، هون بيقول لك لازم توقف، بيكون مثلا في تفتيش مثلا. أول عرفنا شلون؟ فاذا يعني حتى ما الواحد يعني كمان يصير عنده اكتئاب ونوع من الاحباط، يقول يا اخي انا والله ماني متعمق بالنحو، منين طلعتوا لنا انتم بهالقصه هي؟ بنقول له ما في مانع، اذا ما بتعرف نحو اتبع الارشادات المروريه. تبعنا؟ قف على الاشارات التي وضعها علماؤنا الله يجزيهم عنا الخير. ساداتنا العلماء خدمونا خدمات جليله الله يجزيهم عنا الخير. تبعنا؟ اما اللي بيعرف نحو وبيعرف كيف يعرب فهذا اقوى. انتبهنا؟ لكن اللي ما تعمق بهالامور ماشي الحال، اتبع علامات وقف المصحف. فنحن الان رح نتكلم على انواع الوقف الايه؟ الاختياري التام والكافي والحسن، وعلى مين؟ القبيح. يا اخواننا انا لما بكون عم بقرا القران، بالله ركزوا معي شوي، اذا ركزتوا شوي بترتاحوا. انا عم بقرا القران وصلت لعند كلمه ووقفت عليها، هون في عندي ثلاث احتمالات بل أربعة. الاحتمال الأول أنه هالكلمة أنا اللي وقفت عليها انتهى المعنى عندها تماما تماما، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شو علاقتها بألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ معنى جديد. تمام؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم قال إن الذين كفروا. شو علاقة المفلحون بالذين كفروا؟ كلام جديد. هذا النوع اللي بينتهى عنده المعنى تمام وبينتهى الإعراب، يعني ما عاد في تعلق من حيث لا المعنى ولا الإعراب، هذا أعلى أنواع الوقوف، أعلاها وأفخمها. هذا اسمه الوقف التام. شو اسمه؟ الوقف التام. أقل بشوي أنه يكون وقفت أنا على كلمة ما في تعلق من حيث الإعراب بس في تعلق من حيث المعنى. يعني إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم، لما وقفت أنا على لا يؤمنون، لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم.
من حيث الإعراب لا يؤمنون متعلقة بختم الله على قلوبهم؟ لا، لكن المعنى مربوط ببعضه، لأنه ما زال عم يتكلم عن نفس القوم اللي هن مين؟ الذين كفروا. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. فإذا في بسموه ارتباط معنوي، لكن ما في ارتباط إعرابي، تعلق معنوي لا تعلق إعرابي أو تعلق لفظي. العلماء بيعبروا عن التعلق الإعرابي بكلمة شو؟ تعلق لفظي. انتبهنا؟ هذا الوقف الثاني بسموه العلماء كافي. إذا الأولاني شو سموه؟ تام. الثاني شو سموه؟ كافي. محترم، هذا الوقف محترم، ولك أن تقف عليه ولك أن تبتدئ بما بعد. ماشي. النوع الثالث أن نقف على كلمة يعني الوقف عليها أعطاني معنى جميل لكن في تعلق، يعني خذوا في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، لما أقول أنا بسم الله وأقف، والله حلوة بسم الله، جميلة بسم الله، لكن الله مع الرحمن الرحيم في بينهم تعلق من حيث المعنى والإعراب؟ في. الرحمن صفة، انتبهنا؟ طب خذوا الآية اللي بعدها، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله معنى جميل، الحمد لله، لكن في تعلق من حيث الإعراب والمعنى. هذا النوع سماه العلماء الوقف الحسن. شو سموه؟ الوقف الحسن، أن تقف على كلمة بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، لكن الوقف عليها شو عم يعطي؟ معنى تام. شو عرفتوا شو معنات معنى تام؟ معنى مكتمل. معنى شو؟ مكتمل. إذا لاحظوا بارك الله فيكم أن القاسم المشترك بين التام والكافي والحسن هو تمام المعنى. هو إيه؟ تمام المعنى. عرفتوا كيف؟ لذلك إمامنا الجزري شو قال؟ وهي لما تم. أوعكم تفهموا كلمة تم بالأبيات على أنه الوقف التام، لا، هي يعني أنواع ثلاثة، لما تم يعني معناه. انتبهنا؟ هذا هو القاسم المشترك بين التام والكافي والحسن. طب شو الفرق بينها؟ التام والكافي لك أن تقف عليهما وتبتدئ بما بعدهما. الحسن هذا الثالث تبع بسم الله الحمد لله وما شابهها، لك أن تقف لكن لا تبدأ بما بعد. بارك الله فيك يا أخي، يعني لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما بصير هذا الكلام. إذا قلت بسم الله ماشي الحال، بترجع ترجع وبتربط الكلام بعضه ببعض. وضح يا شباب؟ إلا أن تكون الكلمة التي وقفت عليها وقف حسن رأس آية، فلك أن تبتدئ بما بعدها، لأن البدء برؤوس الآية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتوا كيف؟ قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني تمرون عليهم مصبحين وتمرون عليهم بالليل، فتمام المعنى عند كلمة بالليل ومصبحين وقف حسن، لكن باعتباره رأس آية لي أن أقول مصبحين وبالليل. انتبهنا؟ لي أن أفعل ذلك. قال الجزري رحمه الله وهي لما تم. هي مين؟ ألو خليكم معي لا تنعسوا. هي يعني الأنواع الثلاثة، التام والكافي والحسن، لما تم معناه. ثم بدأ يفصل هيفاء التفريع اللي حكينا عنها اليوم. فإن لم يوجد تعلق، شايفين شو مكتوب على اللوحة؟ فائدة القاسم المشترك بين الأنواع الثلاثة للمد الاختياري أن كل منها يعطي معنى تاما. ثم قال رحمه الله فإن لم يوجد تعلق، هذا ما يوجد تعلق لا لفظي ولا معنوي، شو سميناه؟ التام. شايفين؟ قال فابتدي. شو يعني فابتدي؟ فقف وابتدي. فالتام سمه، فالتام هو، انتبهنا شلون؟ هذا الأعلى الواحد. أقل منه بشوي العجيب التام. هلأ الوقف التام هو الوقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي يعني إعرابي ولا معنوي، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، نحو
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. شايفين المفلحون كيف بالأحمر؟ إن الذين كفروا ما في علاقة بيناتهم. إذن هذا الوقف على المفلحون شو؟ تام. طيب ثم قال رحمه الله: أو كان معنا، يعني ما في تعلق من حيث الإعراب لكن في تعلق من حيث المعنى اللي شرحناه من شوي تبع ختم الله على قلوبهم وعلى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله. نعم. إذن أو كان معنا قال فابتدي، وشو بدك تسميه؟ الكافي. الوقف الكافي هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي لا لفظي. وشو بنقصد باللفظي الإعرابي؟ يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. شايفين التشابه بين التام والكافي؟ كلاهما يوقف عليهما ويبتدأ بما بعدهما. نحو سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مع ختم الله. من حيث الإعراب ما عاد في تعلق لكن المعنى مرتبط. ثم قال رحمه الله: ولفظا، يعني إذا في تعلق لفظي يعني إعرابي، فامنع عن، مو فامنع عن الوقف يا شباب، ترى هذا موضع مشكل شوي بالجزرية انتبهوا له، فامنع عن الابتداء بما بعده، لأنه فوق شو قال؟ فابتدي. حط لي على فابتدي. لما قال فابتدي هنا قال فامنع عن، مو فامنع عن الوقف، فامنع عن الابتداء. يعني لك أن تقول الحمد لله لكن شو بتعمل؟ ترجع الحمد لله رب العالمين، ولفظا فامنع عن الابتداء بما بعده. ثم قال إلا رؤوس الآية. إذا كان وقفت على كلمة رأس آية والمعنى عندها ما كمل لأنه في تعلق إعرابي، معليش ابدأ، لأن البدء برؤوس الآية والوقف عليها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا رؤوس الآية جوز. شو يعني جوز؟ الابتداء بما بعدها، مو جوز الوقف، جوز الابتداء. ثم قال فالحسن، يعني فالحسن سمه، سمي هذا المد. شو بدك تسميه؟ المد الحسن. وإليك تعريفا الوقف، أيوة مو المد، الوقف الحسن. شغال الديسك الأولاني. نعم. الوقف الحسن هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي. هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن الوقف عليها يعطي معنى إيه؟ تاما، يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده إلا أن يكون رأس آية. والأمثلة كما ترون، بسم الله لو وقف واقف عليها، أو الحمد لله، أو مثلا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. انتبهنا؟ فتتفكرون، هل لي أن أبتدئ في الدنيا والآخرة أقف عليها وأبتدئ بما بعدها؟ نعم، لأنه رأس آية. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني تمرون عليهم إيش؟ بالليل. لا تقولوا يا شباب وبالليل أفلا تعقلون، ما بتطلع حلوة، عرفتوا؟ صار كأنه الواحد أنت لازم يعقل بالليل. أخي بدك تعقل بالليل وبالنهار، الله يرضى عليك. ها؟ وبالليل أفلا تعقلون. بهذا نكون قد تكلمنا على أنواع المدود الثلاثة، أنواع الوقوف الثلاثة الاختيارية. بقي الوقف القبيح، مين بده يأذن؟ حضرتك. بقي الوقف القبيح نتكلم عنه بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أذكر أن غدا الجمعة إن شاء الله يوجد درس بين المغرب والعشاء وأيضا بعد العشاء، وغدا سيكون اليوم الأخير إن شاء الله تعالى. بعد أن تكلمنا على أنواع الوقف الاختياري الجائزة وهي التام والكافي والحسن، نتكلم على غير الجائز وهو الوقف القبيح. القبيح يا إخواننا معناها الوقف على كلمة بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، معناتها بيشبه مين؟ بيشبه الحسن، إلا أن الوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو مرفوضا. لو واحد قال بسم بدل من بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم، بسم شو؟ هذا وقف شو؟ قبيح. قال الحمد،
من الحمد لله رب. الحمد شو؟ كلام مبتور. إذن الوقف على كلمة بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، والوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو معنى مرفوضا، يعني معنى سيء. عرفنا مثل الأمثلة اللي جبناها من شوي، وغير ما تم قبيح. فنرى على اللوحة تعريف الوقف القبيح: هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، والوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو خاطئا. هل الوقف القبيح هذا يا شباب لا يتعمد الوقف عليه، فإن وقف مضطرا أعاد. يعني واحد مضطر، نسي، سهى، بده يعطس، بده يسعل، ما بعرف ايش، وقف على وقف قبيح، ما خربت الدنيا، شو بيعمل؟ بيرجع لورا. انتبهنا؟ بيرجع لورا كلمة كلمتين ثلاثة حتى يأتي بمعنى متكامل. واضح يا أخي؟ واحد قال الحمد لله رب. رب شو؟ معنى مبتور هذا. إن الله لا يغفر. يا لطيف، هذا شو هذا معنى مرفوض. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. لكن شو نعمل؟ بدنا نقرب الصلاة. مرة اتصلت أخت على البرنامج بدها تقرأ كيف نقرأ القرآن. قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا. وقفة. قلت لها يا أختي بدنا نأكل، شلون ما بدنا نأكل؟ شو لا تأكلوا؟ ربي ما بنهانا أن نأكل. مثلا هي لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، قولي لا تأكلوا الربا مو لا تأكلوا. هذا الوقف شو؟ قبيح. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. يعني أكل المتاع سيدنا يوسف، والله مشكلة هاي. فهذا هون شو بيكون المعنى؟ مرفوض أو خاطئ، معنى خاطئ. انتبهنا كيف؟ مرة أخ عم يقرأ علي الله يذكره بالخير، قال عم يحكي بالكهف: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث. قلت له أنا حدث أكبر ولا حدث أصغر؟ فأيام بتلاقي بيطلع أمثلة يعني مشكلة. إيه كمان تبت يد أبي، هذا إيه واحد تبت يد أبي عم يدعي على أبوه. يعني واحد عم يقرأ كمان مرة عن سيدنا موسى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة. هي أمة من الناس، وفعلا أمة إذا وقفت عليها شو بيتوقف عليها؟ أمة. بس باعتبار سيدنا موسى ضيع أمه وهو صغير، وجدها بمدين، ما بيصير هذا الكلام. فبيبقى الواحد بده يقرأ وهو صحيان. إذا خلاصة الكلام لما بدنا نقرأ القرآن العظيم بدنا نبقى صحيانين، خاصة إخواننا الأئمة أو الذين يقرؤون في المحافل. بكثير بس بيقول لك بيحبوا الناس يقرأوا آخر سورة البقرة: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته. شو كما حملته؟ استغفر الله. قول كما حملته على الذي ضاق نفسك، قول كما. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. أما تقول كما حملته مو راكزة. انتبهتوا يا أخواننا؟ فبده يبقى الواحد دائما الله يرضى عليكم لما بيقرأ القرآن بده ينتبه للمعاني وألا يفسدها. الله يرضى عليك. قال إمامنا الجزري رحمه الله في البيت 78: وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. هون بدي وجع لكم راسكم شوي بعلم النحو، معلش تحملوني الله يرضى عليكم. في عنا شيء بعلم النحو بسموه حرف الجر الزائد. في حرف جر مو زائد أصلي، وفي زائد. شو معنات الزائد؟ معناته إذا حذفته من الجملة ما بيفسد المعنى. انتبهتوا؟ هلا ذهب سعيد الى المدرسة، لو حذفنا الى ذهب سعيد المدرسة المعنى فسد ولا ما فسد؟ فسد. شلون ذهب سعيد المدرسة؟ ما بتزبط. لكن لو قلنا وليس القرآن وقف يجب،
وليس في القرآن وقف يجب. المعنى فسد شيء؟ ما فسد. إذن من وقف، هذه المن بسموها العلماء حرف جر زائد، والكلمة اللي بعدها بيقولوا اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مثلا اسم ليس، انتبهتوا؟ وأصل الكلام ليس في القرآن وقف يجب، ماشي الحال؟ إذن من وقف شو أصلها؟ وقف. من حرف جر زائد، وقف اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه اسم ليس. وضح هذا الأمر يا أخواننا؟ بالقرآن يقولون هل لنا من الأمر من شيء، شو أصل الكلام؟ يقولون شيئا، يقولون هل لنا من الأمر شيئا، شيء، هل لنا من الأمر شيء، فمن شيء ليس لك من الأمر شيء، نعرف شلون؟ نعم، أيوة. هل من خالق، بارك الله فيكم، هل خالق، فهذا هل من هذه كلها شو؟ حرف جر زائد. كيف بنعرفها؟ إذا حذفناها وما فسد المعنى معناتها هذا حرف الجر زائد. طيب مو هون المشكلة، المشكلة لما بيجيني اسم مجرور لفظا مثل من وقف وبدي اعطف عليه، شو بدي اعمل؟ بدي اعطف عليه، هل اعطف على لفظه ام اعطف على محله؟ مخير، مخير حبيبي. فان عطفت على المحل كما ترون ولا حرام، اذن حرام مرفوع ليش؟ معطوف على وقف على المحل، شايفين؟ من وقف أصل وقف، ولا حرام عطف على المحل غير صفة لحرام، انتبهنا؟ ولك أن تعطف على إيش؟ على اللفظ. انظروا الآن، من وقف صارت ولا حرام، الكسرة تبع حرام، ولا حرام، إذن عطف على اللفظ. طب وغير هذه اللي بعدها ممكن تقول ولا حرام غيري لأنه صفة، أو ولا حرام غير لأنه إيه؟ يعني مثل استثناء. فلذلك غير صفة أو غير مستثنى، هذا بس للعلم بالشيء. أنتوا ريحوا حالكم وقولوا وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب، لكن لو سمعت واحد عم يقول وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب، لا تظنوا غلط، أو ولا حرام غير ما له سبب، لا تظنوها غلط، واضح؟ بس حبيت نتوسع شوي بهالموضوع حتى إذا سمعنا ما نحس بغلط. عرفتوا شو معنات هالكلام؟ ليس في القرآن من وقف يجب، انظروا إلى هذه اللوحة، الوقف على رؤوس الآية سنة مطلقا، كل ما شفتوا رأس آية الوقف عليها سنة. منين عرفنا رؤوس الآية؟ من وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤوس الآية عرفت بوقف رسول الله، لذلك الوقف عليها إيه؟ سنة. القاعدة الثانية اللي شايفينها أنتوا هي هامة جدا، ليس في القرآن وقف واجب شرعا ولا حرام يعني شرعا إلا ما أفسد المعنى. يعني ما في عندي كلمة بالقرآن يجب على القارئ أن يقف عليها، فإن لم يقف عليها مأواه جهنم وبئس المصير، ما في هالكلام. ولا في كلمة يحرم الوقف عليها، فإن وقف أيضا أثم، لا، إلا ما أفسد المعنى وتعمد القارئ الوقف عليه، تعمد. أما لو وقف مضطرا، لو وقف ساهيا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إنسان يتعمد يوقف على كلمة فاسدة المعنى عنده فاسد مثل الأمثلة اللي جبناها، هذه كلها ما بتصح، ويشتد الفساد إذا كان يؤثر على المعنى في حق الله سبحانه وتعالى، انتبهنا؟ نعم، هي التنبيهات انتبهوا لها، هي قواعد عامة الله يسلمكم. لا يوقف على الفعل دون فاعله، وانت عم تقرأ مر معك فعل ما اجى الفاعل ما بصير توقف، ولا على الفاعل دون مفعوله، اجى الفاعل وما اجى المفعول به ما بصير توقف، فإن وقفت مضطرا شو بتعمل؟ ترجع. ولا على حرف الجر دون مجروره، هتوقف على حرف جر وما اجى المجرور؟ ولا على المضاف دون المضاف إليه، ولا على المبتدأ دون خبره، ولا على الموصوف دون صفته، ولا على المعطوف عليه دون المعطوف. بس هون بدي نبهكم على شيء بالنسبة للعطف. العطف يا أخواننا في لغة العرب عطفان، بالله ركزوا معي تكة تكة واحدة وسامحوني.
العطف عطفان، يا عطف مفردات يعني كلمات مفردة، عرفت، يا أما عطف جمل. يتساهل في عطف الجمل ما لا يتساهل وين؟ انتبهتوا كيف؟ في عطف المفردات. يعني مثلا أعطينا آية فيها مفردات. حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم، هذه شو هالآية هالكلمات، هذا عطف أي مفردات. ما بصير نروح وقف أنا وبعدين ابدأ بما بعدها، إذا وقفت برجع لورا كلمة كلمتين وبربط الكلام بعضه ببعض. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن وكذا وكذا، كل ما وقفت برجع بربط الكلام بعضه ببعض، لأنه هذا عطف أي مفردات. طب أما عطف الجمل ليأن، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين، هذه جمل، شايفين ما في إشكال. إذا لا تفهموا من كلمة المعطوف عليه دون المعطوف عطف الجمل، وإنما عطف مين؟ المفردة. ولا على صاحب الحال دون الحال، إذا في عندي صاحب حال وبعد شوي جاي الحال ما بصير وقف، بدي أجيب الحال معه. ولا على العدد دون المعدود، انتبهنا شلون؟ ولا على المؤكد دون التوكيد. طيب هذه علامات الوقف في المصحف الله يسلمكم، هي اللي حكينا عنها، العلامات اللي وضعها ساداتنا العلماء. العلامة الأولى بيسموها علامة الوقف اللازم. لا تفهموا من كلمة اللازم اللزوم الشرعي، لا، اللازم معناتها إذا أردت أن تفهم المعنى تماما فقف هنا، لأنك إن وصلت ربما فهم منك خلاف المقصود. انتبهتوا كيف؟ يعني شايفين المكبر هذا جاي على كلمة إيش؟ يسمعون. إنما يستجيب الذين يسمعون، ثم قال الله والموتى يبعثهم الله. أما إذا قلنا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، الموتى ما بيستجيبوا. انتبهنا يا أخواننا، هي معنى الوقف اللازم. لا، هذه أحيانا ما نجدها في المصحف، معناتها لا توقف. ليش؟ يعني لأنك إذا وقفت حيفهم عنك معنى خلاف المراد، يا أما المعنى ما اكتمل، عرفت شلون، أو معنى فاسد، يا معنى ما اكتمل أو معنى فاسد، بيكتبوا عليها لا. والآن عم يقللوا منها جدا في المصحف مجمع الملك فهد، عم يقللوا من هذه لا جدا، لكن في مصاحف تركية قديمة كمان يبالغون فيها جدا. انتبهنا شلون. جيم علامة الوقف الجائز مستوي جوازا مستوي الطرفين، يعني بتحب توقف وقف، ما بتحب توقف إلا توقف، على كيفك. هذا شو اسمه؟ جيم. قيل، قيل هذه كلمة منحوتة، منحوتة يعني مركبة من حروف من عدة كلمات، يعني يجوز الوصل والوقف أو لا. شو معنى قيل؟ يجوز الوصل والوقف أو لا. نعم. صلة بالعكس، يجوز الوقف والوصل أو لا. واضح؟ هذه أحيانا بنجدها في بعض المواضع في القرآن، ثلاثة نقاط مع ثلاثة نقاط قبل الكلمة وبعد الكلمة. هذه بيكون الله يسلمكم يعني عم بيقول لك يا أما وقف هنا يا أما وقف هنا، لا تتعمد الوقف هنا وهنا في آن واحد. عرفت؟ إن وقفت على الأول فلا تقف على الثاني، وإن أردت الوقف على الثاني فلا تقف على الأول. رح نجيب مثال. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى خبر المبتدأ محذوف تقديره هو هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، معنى جميل وما فيني رده. لكن ما بصير أنا أقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما بصير هذه فيه وقف قبلها وقف بعدها. عرفت؟ يعني إما تقف قبلها وإما تقف بعدها. هذا بيسموه العلماء الوقف المتعانق. شو بيسموه؟ وبعضهم بيسميه وقف المراقبة، يعني راقب بمعنى خليك مصحصح، بدك توقف هون لا توقف هون، ناوي توقف هون لا توقف هون. انتبهنا كيف؟ نعم، الوقف المتعانق. نعم. وإذا حب الواحد ما يوقف لا يوقف، يعني ما لك ملزم إذا شفت هذه النقاط إنك توقف. حابب تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ماشي الحال، انتبهنا، ما لك ملزم،
ما في بالقرآن وقف لازم لزوم شرعي. نقف هنا، بقي معنا وقت دقيقة. طيب، في عندنا بعض الأمثلة بس هيك بننبهكم عليها تنبيه. في عندنا بسورة النور والزخرف الرحمن جاءت كلمة أيها التي هي للنداء، ليس في آخرها ألف، فإذا وقفنا عليها مثلا أيها المؤمنون بدك توقف عليها شو بتقول؟ أيه، بس بهالمواضع الثلاثة هذه، يا أيها الساحر، يا أيه، أيها الثقلان، أيه، تبهنا كيف؟ وما في رابع، بس هدول الثلاثة، هذه ما حذفت منه الألف. فيما أنت من ذكراها، لو بدنا نوقف على فيما شو بنقول؟ فيم، بما يرجع المرسلون، بم، مما خلق، مم، ولا ننسى الغنة المطولة، ها، مم، لابد من ذلك. طيب، هذه ما حذفت منه الواو، ويدعو الإنسان، هذه كتبت على نية الوصل، لأنه بالوصل سقطت الواو لالتقاء الساكنين، فلو وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا شو منقول؟ ويدع، ولا نتعمد ذلك. ويمحو الله الباطل في سورة الشورى، إذا اضطررنا أن نقف عليها شو منقول؟ ويمح، لكن لا نتعمد ذلك. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر في القمر، يوم يدع، انتبهنا، ولا نتعمد ذلك. أيضا مما حذفت منه الواو سندعو الزبانية، الأصل سندعو، لكن لو اضطررنا أو اختبرنا شو منقول؟ سندع. وصالح المؤمنين، هذه اختلف فيها العلماء، ناس قالوا أصلها وصالحوا المؤمنين، وناس قالوا لا، وصالح المؤمنين مفرد، فإن قيل إن أصلها صالحوا المؤمنين نقف عليها وصالح، المهم دائما الوقف عليها وصالح، سواء كان في واو أو ما في واو. ما حذفت منه الياء، وما أنت بهادي العمي، بهادي أصلها بهادي على وزن بفاعل، لكن كتبت من غير ياء على نية الوصل، فإن وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا شو منقول؟ بهاد. إن يردني الرحمن شو أصلها؟ يريدني، لكن كتبت من غير ياء على نية الوصل، فنقف عليها إيش؟ إن يردن. من هو صال الجحيم شو أصلها؟ صالي، لكن نقف عليها كيف؟ من هو صال، نتبع الرسم. الله يسلمك. أيضا مما حذفت منه الياء فما تغني النذر شو أصلها؟ تغني، كيف نقف عليها؟ فما تغن. وله الجوار المنشآت شو أصلها؟ وله الجوار، هيك الأصل، نقف عليها وله الجوار، الجوار الكنس، نفس الموضوع بنوقف عليها الجوار، نتبع فيها رسم المصحف. وسوف يؤتي الله المؤمنين شلون نوقف عليها؟ وسوف يؤت، ثقيلها، انتبهوا، وسوف يؤت، بدك تسكن الهمزة وتجيب التاء شديدة وتهمسها، وسوف يؤت، فنصيحتي لا توقف عليها. نعم. واخشوني اليوم بنوقف عليها واخشون في المائدة بخلاف البقرة، البقرة شو؟ واخشوني وليؤتم. طيب، ننجي المؤمنين أصلها ننجي، كتبت من غير ياء على نية الوصل، فنقف عليها ننج، ونتبع في ذلك رسم المصحف. يوم ينادي المناد كيف نوقف؟ يناد، لهاد الذين آمنوا، لهاد، بالوادي المقدس، بالواد، على وادي النمل، على واد، من شاطئ الوادي الأيمن، من شاطئ الواد. طيب، ما رسم مقطوعا وموصولا بقى كتير، والله هدول خليهم لبكرة، حاجة تقلنا عليكم اليوم. إذا نقف على أمثلة على الوقف الاختباري والاضطراري، ما رسم مقطوعا وما رسم موصولا، أمثلة، إيه ما بتخوف، لا تخافوا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.